بالنسبة لتداولات نهاية الأسبوع كان في تباين في أداء المؤشرات، ولكن في آخر الجلسة ابتدت إن هي تستقر في المنطقة الحمراء. كان في مبيعات من قبل المؤسسات المالية على اختلاف جنسياتها، وكان في تقفيل مراكز شرائية من قبل المصريين. من الملاحظ في الآونة الأخيرة إن المصريين بيحبوا يعملوا تريدات سريعة في نفس الجلسة، في بعض الأسهم بتعمل فترات سعرية جيدة، فهم بيأثروا إن هم يعملوا متاجرات سريعة، ده لتحقيق مكاسب رأسمالية ولتحقيق أرباح جيدة بعد الركود اللي كان تعرض له السوق فترة سابقة، لأن كان في بعض الأحيان ارتفاع المؤشر دون ارتفاع في الأسهم. لو بتكلم على المؤشر 30 النهاردة يعني وصل ل 17,100 نقطة، والانخفاض دوت بيرجع لأسباب رئيسية. آخر الأسبوع لازم يبقى فيه تقفيل مارجن وتقفيل مراكز زيرو وتقفيل المديونيات، فده اللي أثر بالسلب على أداء المؤشر الرئيسي للبورصة. هو أول الجلسة كان عامل ارتفاع، ولكن في خلال الجلسة ابتدى إن هو يستقر في المنطقة الحمراء بضغوط بيعية من قبل المؤسسات. المؤسسات في الفترة الأخيرة ابتدت إن هي تعمل فروق مبيعات بسبب إن هي كانت في فترة من الفترات عمالة تعمل مؤشرات متتالية، فبيحصل دايما كل فترة يعني نوع من المبيعات لتحويل الأرباح الدفترية إلى أرباح فعلية عن طريق البيع الفعلي. خلال الأسبوع كان في أحداث جيدة تتعلق بأن هيرجع رحلات الطيران ما بين مصر وروسيا مرة أخرى، وده اللي أثر بالإجابة على قطاع السياحة. ابتدى قطاع السياحة بعد ما كان قطاع خامل العديد من الأسهم المتواجدة فيه تعمل طفرات سعرية جيدة جدا. في أسهم ابتدت إن هي ترتفع بعد ما كانت راكدة ركود جامد جدا، زي سهم صادق عامل أعلى ارتفاع في خلال 10 سنوات، وده بسبب الأداء المالي الجيد للسهم في الميزانية بتاعته. وكل ما يبقى في الميزانيات اللي بتنشر للأسهم المقيد الشركات المقيد أسهمها في البورصة بيبقى فيه طبعا استجابة للأسعار، وفي كمان استجابة من قبل فئات المتعاملين. متوقع في الأسبوع الجاي إن شاء الله إن احنا المؤسسات تبتدي تعدل من سلوكها البيعي إلى سلوك شرائي، ويبتدي الأجانب يضخوا سيولة مرة أخرى. برضو من الملاحظ إن التداولات ما بتقلش عن 1,500,000,000 في جلسات الأسبوع، وده معناه إن في ترقب جيد للمستثمرين وشايفين إن في نقاط جيدة للشراء. في طلبات مجمعة في العديد من الأسهم القيادية، وفي طلبات مجمعة في العديد من القطاعات زي قطاع العقارات وقطاع الخدمات المالية، اللي فيه العديد من الأسهم كانت عاملة أعلى ارتفاع من حيث التداول، أعلى ارتفاع من حيث التنفيذ، أعلى ارتفاع من حيث الربحية. متوقعين برضو في خلال الجلسات القادمة واستكمال الانتخابات الرئاسة في الداخل أن يحصل طفرات سعرية جيدة، ارتفاعات في المؤشرات ممكن نوصل تاني ل 17,300 نقطة بسهولة، بل أن في بعض الأحيان بتحصل هذه العملية في جلسة واحدة. متوقعين برضو زيادة في أحجام وقيم التداول، استثمارات جديدة لمؤسسات مالية عربية وأجنبية. بتتكلم الحكومة على طروحات جديدة تتعلق بقطاعات معدة، وتتعلق بأن الفترة الجاية هي فترة رواج بالنسبة للبورصة المصرية. هيترجم كل دوت في خلال جلسات الأسبوع اللي هيبقى بدايتها من يوم الأحد، اللي متوقعين بإذن الله أن احنا هنشوف فيها يعني استرجاع لعودة المؤشرات للمنطقة الخضراء مرة أخرى مع ضخ سيولة جيدة.